مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. أرحب بكم في موضوع جد مهم يتعلق بأسئلة حول دلائل النبوة. في الحلقة الماضية استضفنا الأستاذ مصطفى الحسناوي، الكاتب والصحفي والمدون المغربي الذي كانت له تجربة طويلة داخل الجماعات الإسلامية، وروى لنا محطات في حياته داخل هذه الجماعات الإسلامية. الأستاذ مصطفى الحسناوي للتذكير هو كاتب، ألف كتبا، ولمن لم يشاهد الحلقة الماضية أرجوكم أن تشاهدوها لأنها ستساعد في فهم أيضا هذه الحلقة. في هذه الحلقة سنطرح أسئلة أخرى حول تغير أو بعض الأسئلة التي طرحها الأستاذ مصطفى الحسناوي حول دلائل النبوة، وبالمناسبة هو يطرحها أيضا على موقعه على اليوتيوب. نرحب بالأستاذ مصطفى الحسناوي، أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ رشيد، مرحبا بك وبمتابعيك الكرام. في الحلقة الماضية تحدثنا عن محطات كثيرة، وأعتقد إحنا توقفنا عند آخر محطة في الحلقة، مش في حياتك. أنا متأكد أنك مستمر في محطات كثيرة، وربنا يعطيك طول العمر حتى تستمر. فتركنا عند دخولك السجن، وفي السجن شفت الإسلاميين وكان لك احتكاك بهم إلى غير ذلك، لكن أنا متأكد أنك تشكلت أو تغيرت بعض قناعاتك داخل السجن، فلو ممكن تسلط لنا الضوء على ما الذي تغير وكيف تغير ولماذا تغير؟ نعم، إذن كما أسلفنا في الحلقة الماضية أن اشتغالي على ملف الإسلاميين كان واحدا من الأسباب التي يعني أودت بي إلى السجن. بطبيعة الحال القضية كانت يعني فيها مجموعة من العوامل، مجموعة من الإشكالات، مجموعة من الأسباب، لكن عموما أعتبر أن قضيتي تم يعني تضخيمها، وتم أيضا فبركة ملف أو طبخ ملف بحكم أني كنت أشتغل قريبا من خطوط حمراء يعني من اختصاص الجهات الأمنية. فمباشرة بعد دخولي إلى السجن سأكتشف أن هذا التكتل الذي كنت أدافع عنه وأتبنى قضاياه وأسرب بيانات وشكاوى أفراده وأعضائه أنه ليس تكتلاً واحداً، بل هو مشكل من مجموعة من التيارات الصغيرة إن صح التعبير. فكانت تقريباً 4 أو 5 توجهات داخل هذا التيار الذي كنت أعتقده تياراً واحداً. اكتشفت أن هذه التيارات يكفر بعضها بعضاً، وأن هناك خلافات جذرية عقدية في التصورات السياسية، فقهياً في الأفكار إلى غير ذلك. فكانت يعني هذه أول مفاجأة لي، أنني كنت أشتغل على ملف كنت صراحة أجهل بعض تفاصيله أو الكثير من تفاصيله، لكن السجن كان مناسبة لأعرف الكثير من التفاصيل حول هذا الملف. ثاني نقطة هو أنني مباشرة بعد دخول السجن اصطدمت بأن مجموعة من هؤلاء يكفرونني، يعني يرونني غير مسلم، يرونني مرتدا أو مشركا إلى غير ذلك من التصنيفات التي يعتمدونها. طبعا الحال ليس الكل كان يكفرني، لكن بعضهم. وكل توجه او كل يعني شخص يكفرك لاسباب عديده، اما بسبب شكلك ولباسك والى غير ذلك، او بعضهم كان يكفرني بسبب المهنه التي اشتغل فيها وهي الصحافه، لان باعتباري او بحسب هؤلاء ان اي قانون يؤطر اي مهنه، أي تحاكم لأي قانون كيفما كان هو تحاكم إلى الطاغوت وبالتالي هو كفر. فكانت هذه المفاجأة الثانية هو أنني اكتشفت أن هؤلاء الأشخاص الذين كنت دافع عن قضاياهم عفوا كفروك، يكفرونني ويعتبرونني يعني مرتدا زنديقا إلى آخر من التصنيفات. بعد مدة بعد اعتقالي ستظهر على الساحة تنظيم داعش، ربما حوالي 7 أشهر أعتقد من اعتقالي سيظهر هذا التنظيم، وسيكون محط جدل بين هؤلاء المعتقلين.
وسينقسمون إزاءه إلى قسمين، قسم كان يدافع عن تنظيم داعش ويدافع عن أطروحاته، وقسم كان ينتقد داعش ويقول أنه لا يمثل الإسلام إلى غير ذلك. في كل مرة كانت يعني تكون داعش محط يعني أخبار أو موضوع الأخبار أو تظهر في عناوين الأخبار إن صح التعبير، بسبب مثلا جريمة كبرى، بسبب موقف، بسبب خطاب معين، كانت هذه الجرائم التي تتورط فيها داعش كانت تكون داخل السجن موضوع نقاش وأحيانا حتى مناظرات بين هذا الطرف والطرف الآخر، على سبيل مؤيد ومعارض وما بينهما. يعني هناك بعض الأشخاص الذين كانوا محايدين أو ينأون بأنفسهم في هذا النقاش، لكنهم قلة قليلة، الغالبية كانت تخوض في هذا النقاش إما تأييدا أو اعتراضا عليه. نعم. فالكثير من الجرائم التي تورطت فيها داعش من قبيل إحراق الطيار الأردني، من قبيل قتل يعني المئات الأشخاص دفعة واحدة، من قبيل قضية سبي الأيزيديات، كل هذه الجرائم البشعة كنت أتفاجأ أن هناك أشخاص داخل السجن يؤيدون هذه الجرائم، ليس فقط يؤيدونها بل يؤصلون لها ويبررونها انطلاقا من نصوص وفتاوى كثيرة. وكانت تحدث بسبب هذا التأييد نقاشات يعني حامية الوطيس بين الآخرين الذين كانوا يعارضون هذا الطرح، لكن في كل المرات التي كانت تحدث في هذه النقاشات وهذه المناظرات كانت الغلبة تكون للطرف الذي يؤيد داعش، كانت حجج هذا الطرف كانت حججه قوية جدا. نعم. يعني بحيث أن المراقب مثلي الذي كان يتابع تلك النقاشات ويراقبها يعني بدون أدنى جهد يسلم للطرف الآخر، تبدو حججه قوية وكلامه يعني متسق وقواعده مضطردة. يعني أنا بدافع الفضول، أين كان يتم النقاش؟ داخل الزنزانات أو في الساحة أم أين؟ كيف يعني؟ هذه النقاشات كانت تأخذ أشكالاً عديدة، أحياناً قد تكون نقاشات ثنائية مثلاً بين شخصين مثلاً، قد تكون بين مجموعة من الأشخاص مجتمعين في زنزانة واحدة، قد تكون في الساحة مثلاً بحسب الأوضاع يعني. ليست يعني نقاشات منظمة مثلاً ويجلسون في طاولة مثل ندوة، ليس بهذا الشكل يعني، وإن كانت أحياناً بعض النقاشات كانت تقترب من هذا الشكل يعني، تكون يعني قريب من المناظر. نعم. قلت أن أصحاب الطرح المؤيد لتنظيم داعش كانت حجتهم قوية جداً، كانوا يستعملون النصوص يعني بدون أدنى جهد يعني يأتيك بالنص وانتهى الأمر. الطرف الآخر كان يلجأ إلى التأويل وإلى التعسف لكي يدافع عن أسميه الترقيع يعني ترقيع تماماً، فكان يبدو هذا الطرح الآخر طرحاً قوياً جداً بالنسبة لي. الأمل الوحيد الذي كان متبقياً لي هو أن يكون هؤلاء الأشخاص الذين يستدلون بالحجج القوية والدامغة أن يكونوا يكذبون. كنت أتمنى أن أرجع إلى تلك النصوص التي يستدلون بها ولا أجدها. المشكلة وأنا شخصياً الكثير من الأمور الفقهية اكتشفتها في تلك النقاشات، لم أكن أعلم عنها أي شيء. نعم. الغريب في الأمر أحكي لك قصة وقعت اليوم هذا المساء فقط، بالصدفة استمعت لمقطع شريط فيديو يتحدث فيه عن أحكام العبيد والإماء، فدفعني الفضول، قلت ربما هذا الشخص مخطئ أو التبس عليه الأمر، فدفعني الفضول لأبحث في الأمر، فوجدت أنه إذا كان هناك شخص عنده أمة يمتلكها مملوكة له وعنده عبد يعني أيضا، وهذا العبد وهذه الأمة متزوجان، يعني هذا السيد هذا الشخص يمتلك عبدا وزوجته. لهذا السيد في يقول يعني تقول يعني يقول الفقه لهذا السيد أن يجامع تلك الأمة تلك العبدة
حتى بالرغم من أنها متزوجة لا يوجد أي حرج في هذا الأمر، ولا يستطيع زوجها الاعتراض أبدا، لأنه أصلا لا يمكن أن يتزوج من تلقاء نفسه إلا إذا أذن له سيده، فسيده هو الذي يملكه، هو الذي يزوجه، هو الذي يطلقه إلى غير ذلك. غالبية المسلمين لا يعرفون هذه الأمور، يعني التفاصيل. أنا شخصيا عرفت هذه المعلومة اليوم فقط. أنا عمري الآن 40 سنة، قضيت 25 سنة داخل الحركة الإسلامية، يعني مكون في الجوانب الشرعية، محب للقراءة والاطلاع، ناهم يعني للقراءة. تخيل أن هذه المعلومة لم أعلم بها إلا اليوم فقط، فما بالك ببقية المسلمين العاديين الغير مهتمين. غالبا المسلم العادي لا يبحث في هذه الأمور، بالنسبة له ليس لا يوجد هناك أي دافع لأن يبحث في أحكام الجهاد وأحكام السبي وأحكام كذا وكذا إلى آخره. ومع ذلك إذا واجهته بمثل هذه الأمور قد يعترض ويدافع فقط عاطفة، يعني وينكر تماما. فالذي وقع معي أنا في السجن أنني كنت في كل مرة أصدم بمعلومة مثل هذه المعلومة التي ذكرت لك الآن، وكنت أرجع إلى كتب الفقه لأتأكد من الأدلة التي يدلي بها أصحاب المدافعون عن طرح داعش، فأجد أنهم يعني صادقون في الإحالة وفي المصادر التي يحيلون عليها. من بين الكتب التي طلعت عليها وأنا داخل السجن، بالمناسبة في السجن كانت هناك مكتبة يعني كبيرة لا بأس بها، استعرت كتابا المغني، كتاب المغني لابن قدامة، وهو كتاب في الفقه الحنبلي، كتاب ضخم جدا من مجموعة من المجلدات والأجزاء. فكنت في كل مرة أخذ جزءا وأطلع عليه، كل تلك الأحكام التي كان يستدل، كل تلك النصوص والفتاوى التي كان يستدل بها المدافعون عن داعش وجرائمها كنت أجد لها يعني أصلا أو مصدرا أو نصا أو فتوى في ذلك الكتاب. ففي النهاية اتضح لي أن هؤلاء الأشخاص يعني منسجمون مع قناعاتهم ومعتقداتهم، صادقون في الإحالة إلى المصادر، لا يتعسفون في تنزيل الأدلة بل ينزلونها كما هي، لا يلجأون إلى هذه التبريرات والترقيع والتأويلات بل يتعاملون مع النصوص كما هي. كل تلك الاتهامات التي يتهمهم بها خصومهم أنهم جهال أو أنهم عملاء أو أنهم يخترقون المسلمين أو لا، يعني هل كانت هذه الاكتشافات التي تكتشفها سواء من خلال حديثك أو من خلال متابعتك لمناظراتهم ونقاشاتهم أو من خلال قراءاتك، هل هذا هو السبب في إعادة التفكير وإعادة يعني النظر في قناعاتك؟ أكيد أنا بالإضافة إلى اطلاعي على الكتب الفقه داخل يعني الأمهات دعنا نسميها، وإلا فكتب الفقه الصغيرة والمختصرات قرأناها سواء في المدارس وفي الجامعات وغيرها، لكن هذه الأمهات سواء أمهات الكتب الفقه أو أمهات كتب التاريخ هي التي تحوي مجموعة من التفاصيل وتفاصيل التفاصيل والكثرة، فيعني تكون أمام كم هائل من المعلومات التي تصدمك. هل أتيحت لك الفرصة للاطلاع على كتب أخرى داخل السجن غير المغني لابن قدامة؟ أكيد، يعني أنا قرأت يعني قبل السجن أنا كنت محب جدا للتاريخ، وكانت فرصة داخل السجن لأقرأ الكتب الكبرى، المدونات الكبرى أو الموسوعات الكبرى في التاريخ مثل تاريخ ابن كثير والبداية والنهاية والكامل في التاريخ الأثير، وقرأت أيضا سير أعلام النبلاء الذهبي. يعني كانت فرصة جيدة للاطلاع على كل هذه الكتب الكبيرة التي من كل الوقت لك، يعني ما فيش أي شيء آخر كان عندك كل الوقت، يعني خارج السجن كان من ليس فقط من الصعب بل من المستحيل أن أقرأ هذه الكتب لأنها كتب يعني تحتاج إلى وقت وإلى تفرغ. حين وقعت جريمة إحراق الطيار الأردني صدمت بهذه الجريمة، لكن الصدمة الأكبر هي أن هي الصدمة الأكبر من حرق الطيار نفسه هو أنه كان هناك أشخاص يدافعون عن هذه الجريمة بل ويستدلون لها. أنا أذكر أنني قلت هذا أمر غير ممكن بتاتا، لا يمكن أن يكون هناك نص يبرر ويؤصل
لمثل هذه الجريمة، حرق إنسان. لكن حين رجعت إلى الكتب وإلى والتأكد والتحقق من تلك الفتوى التي كانوا يحيلون عليها، وجدتها موجودة، يعني بل موجودة في كتب التاريخ. ومن هنا بدأ اهتمامي بموضوع التاريخ، خاصة أن الصراعات التي كانت تجري في سوريا وانعكاساتها على الإسلاميين في العالم الإسلامي كله هي في حقيقتها هي امتداد لصراعات تاريخية قديمة، خاصة حين يدخل موضوع الشيعة والسنة على الخط. فلكي تفهم هذه النقاشات كلها لابد أن تعود القهقرة قرونا وقرونا لكي تفهم هذه الإشكالات. فبدأت في مطالعة كتب التاريخ، قرأت البداية والنهاية، يعني كلها من البداية إلى النهاية، وكتاب كما قلت الكامل لابن الأثير. وكانت الصدمات المتتالية، يعني الاقتتال بين المسلمين بعضهم بعضا كان بشعا. أنا كنت على علم بالاقتتال مثلا بين الصحابة، كنت أعرف هذا الأمر وأنا صغير، يعني تصادفه هنا أو هناك، تقرأه في كتاب من الكتب، لكن مختصر مجتزأ عن سياقه. لكن لأول مرة أكتشف أن الصحابة في غزوتين فقط، في حربين فقط، هي الجمل وصفين، قتل بعضهم بعضا، وقتل في تلك المعارك ما يقارب 90 ألف في معركتين تم خوضهما بالنبال والسيوف فقط. تخيل لو أن المعارك وفي وقت كان في تعداد سكاني ليس مثل اليوم، يعني لما تسمع هذا العدد، يعني نسبته مقارنة بنسبة السكان هي نسبة يعني ضخمة جدا، يعني قد من الممكن أن تصل إلى الربع أحيانا، ربع أو شيء من هذا القبيل. فكانت هذه المعلومات يعني صادمة جدا. تاريخ كله كان يعني تاريخا، هو تاريخ دموي، لأن كل التاريخ البشري هو تاريخ دموي صراحة. يعني حتى نكون منصفين، لكن الإشكال أين كان عندي أنا شخصيا وعند كل المسلمين، هو أننا ننظر إلى تاريخنا على أنه متميز عن باقي التاريخ البشري، ومقدس ويتخذ كأفضل يعني قرن، خير القرون، يعني هو النموذج الذي ينبغي أن نعود إليه. نعم، التاريخ البشري كله تاريخ دموي، كله تاريخ أسود، لكن تاريخنا هو تاريخ أبيض، تاريخ وردي إلى غير ذلك. هذه بطبيعة الحال القناعة التي كانت عندي أنا شخصيا، بالإضافة إلى ذلك الحلم للرجوع إلى دولة الخلافة. كل المسلمين عموما، حتى ليس فقط الإسلاميين، كل المسلمين يحلمون بدولة الخلافة، لكن الإشكال في تمثلهم لهذه الخلافة. فهناك من يتمثل على أساس أنها دولة يعني ستحل كل مشاكل في رمشة عين، يعني بعصا سحرية، دولة ستلم شمل المسلمين، دولة ستكون رحمة للعالمين لغير حتى المسلمين. لكن عند الاطلاع على كتب التاريخ ستكتشف أن هذه الدولة تاريخيا كانت فيها إشكالات كبيرة جدا، كانت فيها صراعات كثيرة جدا، لم يكن يستتب الأمر إلا ثم يعود مجددا إلى الانفلات. لا يمكن أن تقوم دولة إلا بالسيف على أشلاء وجماجم وأنقاض الدولة الأخرى، يعني إشكالات كثيرة وتاريخ مرعب جعلني هذا الأمر أتعامل مع هذا، أنزع هذه القداسة من هذا التاريخ، أتعامل معه على أساس أنه تاريخ عادي كأي تاريخ، لا ميزة فيه البتة. فمن خلال هذه القراءات في كتب الفقه وهذه القراءات في كتب التاريخ، تدريجيا تغيرت نظرتي للتاريخ أولا، وللنظرة وللدولة الإسلامية التي كنت أحلم بالعيش في كنفها، ويعني الكل يحلم بهذه الدولة. فصراحة لم أستغرق وقتا طويلا إلا وكنت قد يعني قمت يعني بالقطيعة بين 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 بيني وبين ذلك الحلم الوردي الخيالي، تلك المدينة الفاضلة غير الموجودة، تلك الدولة التي كنت أحلم بها اكتشفت في كتب التاريخ أنها لم تكن موجودة نهائيا، بل كانت موجودة في أدمغتنا فقط. يعني مفارقة عجيبة أنك صحفي الإسلاميين في المغرب، لو صحت هذه التسمية،
أنك دخلت السجن بسبب إيمانك، حتى لو كان الملف ملفقاً من طرف السلطات المغربية، لكن على الأقل ممكن أن نقول بأن إيمانك بهذه المعطيات أو هذه المنطلقات الإسلامية هو الذي كان السبب الرئيسي في إدخالك إلى السجن. فجأة لما تدخل السجن تراجع ما دخلت من أجله، يعني هي مفارقة غريبة وعجيبة. لكن خليني الآن، طالما إحنا يعني ربما ضارة نافعة، لكن خليني الآن وصلنا للموضوع الذي نريد أن نركز عليه أكثر. هل هنا في هذه الفترة بدأت أيضا تتساءل عن دلائل النبوة؟ هل حصل نوع من التساؤل عن نبوة محمد ودلائل النبوة على يعني بصفة عامة، أم بعد خروجك من السجن؟ لا، داخل السجن كانت فقط صدمات في التاريخ الإسلامي الذي كنت أعتز به، وصدمات في الفقه الإسلامي، وصدمات في الدولة الإسلامية المنشودة التي ستحل مشاكل العالم. نعم. طيب، لكن بدأت سلسلة في قناتك على اليوتيوب عن دلائل النبوة. إيه السبب اللي خلاك تبدأ إلى طرح هذه الأسئلة؟ إيه ممكن نقول البريدج، الجسر الذي تم بين السجن وبين طرحك لهذه الأسئلة؟ هو صراحة حين تدخل في هذه الدوامة وهذه المتاهة من التساؤلات والبحث، هو مثل حجر الدومينو، يعني مثل حجر الدومينو تماما، واحدة تقودك للثانية تماما. مجرد ما تسقط حجرة إلا وستتتابع باقي الأحجار في التساقط. كانت البداية مع التاريخ الإسلامي ومع الفقه الإسلامي ومع أيضا الدولة الإسلامية. كما قلت، خرجت من السجن وأنا مقتنع تماما أنه لا عودة لهذه الدولة الخيالية التي لم تكن موجودة أصلا. ويعني قطعت أيضا حتى مع الجماعات الإسلامية كلها، مع مشاريعها كيفما كانت هذه المشاريع، لأنني رأيت رأي العين من خلال كتب التاريخ المعتمدة، يعني الكتب الإسلامية، كتب المسلمين أنفسهم، أنهم عاشوا صراعات طويلة بسبب السياسات وبسبب إقحام الدين في السياسة إلى غير ذلك. فالمراجعات أو التساؤلات بدأت هكذا بالتدريج من التاريخ إلى المجال السياسي، ثم انتهى الأمر إلى الإشكالات في موضوع في كثير من النصوص. في البداية كانت مع بعض الأحاديث التي كل مرة كنت أكتشف أنها تناقض أو تعارض بعض الحقائق العلمية، ثم انتقل الأمر إلى القرآن نفسه. هذا الأمر يعني بدأ تقريبا قبل ربما سنتين، بدأ الخوض في هذه النقاشات المتعلقة بالنصوص إما مصادمتها لبعضها البعض. أحيانا كانت تبدو لي بعض النصوص تعارض بعضها بعضا أو تعارض بعض الحقائق العلمية. قبل تقريبا قبل وهذا الأمر كان يعني كان نقاشا بيني وبين نفسي، يعني كانت في بعض الأحيان أكتب بعض التدوينات فيها بعض الإشارات، لكن لم أجرؤ أن أتحدث في هذا الأمر يعني علانية. قبل 7 أشهر كان هناك يعني القشة التي قسمت ظهر البعير، أو النقطة التي أفاضت الكأس. لا داعي للخوض في تفاصيلها، لكن صورت يعني مقطع فيديو أتحدث فيه عن الإشكالات العلمية في القرآن الكريم. هذا الفيديو يعني كان قبل 7 أشهر فقط. بعدها حديث يعني. تلقيت حديث جدا، يعني تلقيت سيلا من الاتصالات الهاتفية ومن الرسائل على مواقع التواصل، سواء على الواتساب أو الفيسبوك أو حتى الإيميل، من عدد كبير جدا من الأصدقاء، من الدعاة، من الشيوخ الذين أعرفهم، يدعونني يعني إلى حوارات يعني، أو إلى التريث، أو أن الأمر ليس على ما يبدو لي، وأن الأمر ينبغي أن أنظر إليه من زاوية أخرى، وكذا وكذا إلى آخره. فلكثرة تلك الاتصالات والرسائل التي توصلت بها، كان من الصعب جدا أن أجيب كل شخص على حدة، أو أن أدخل في نقاشات ثنائية مع كل شخص، لأنه يستنزف يعني. كل شخص لازم أنك تحط له هذه الأرضية كلها وتضعه في السياق التحولات التي تمر بها، ثم تطرح عليه الإشكالات، ثم يجيبك، ثم تدخل معه في نقاش.
نعم كل شخص يحتاج إلى وقت وجهد كبير، فما بالك بعدد كبير من الأشخاص. فقررت أن أنشئ مجموعة على الواتساب أجمع فيها كل الشيوخ والدعاة، الذين تعرفهم. وأطرح الإشكالات، أسئلتي وإشكالات التي عندي مع القرآن ومع الحديث، خاصة كان مع القرآن صراحة، ليكون يعني من طرفي يعني مداخلة واحدة أو سؤال واحد، ثم أتيح المجال لمناقشة ذلك الأمر. فرحبوا بالفكرة مشكورين. كان تقريبا ما بين 30 و40 شخص، بين شيخ وداعية وأساتذة جامعيين، تقريبا بين 30 و40، واستغرق النقاش 4 أشهر. 4 أشهر. 4 أشهر يعني نقاش يومي، أحيانا على الواتساب، على الواتساب. نعم، أخذ ورد وأخذ ورد وطرح من طرفك وردود من طرف الآخرين. كنت أطرح الإشكالية، مثلا أنا عندي مشكل في هذه الآية، هذه الآية المعينة، أقرأ عليهم الآية وأطرح الاعتراضات التي بدت لي، وأترك المجال للنقاش. وأحيانا إذا كان هناك تفسيرات للآية، أطرح حتى التفسيرات، يعني هذه الآية قرأتها، كيف فهمتها أنا، كيف فهمها المفسرون، ما قولكم في هذه الاعتراضات على مسائل علمية معينة. فتبدأون في الإجابة، يعني كل مرة يتدخل أحدهم يجيب باستفاضة يعني، ثم يعقب الآخر، يضيف إذا نسي الآخر الأول شيئا، يضيف يعني الثاني أو المتدخل الثاني أو الثالث أو الرابع، وهكذا. فكنت أعقب يعني أحيانا، واستمر النقاش 4 أشهر. صراحة لم أتلقى يعني إجابات مقنعة إلا في القليل 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 جدا من الأسئلة التي طرحت. باقي الأجوبة بقيت عالقة، وأحيانا كنا نمر، لأن يطول فيها النقاش، أحيانا يطول النقاش كثيرا جدا. أتذكر أنه بعض المواضيع، سؤال مثلا استغرق أزيد من 12 ساعة من النقاش، متفرقة على يومين أو 3 أيام. تخيل معي 12 ساعة كاملة، يعني حين أردت تفريغ الأوديوات لوضعها لرفعها على قناة اليوتيوب، تطلب مني الأمر تقسيمها إلى أجزاء كثيرة جدا. فحتى مع طول النقاش 12 ساعة أو أزيد أحيانا، كنا لا نصل إلى أي نتيجة، ونصاب بالإجهاد، ونقرر أن نترك هذا الموضوع معلقا وننتقل إلى موضوع آخر. يعني هكذا كان يتم، يعني ما كانش في حسم في هذه المواضيع، ولم تجد ردودا شافية. في بعض المواضيع لم يكن هناك حسم، في بعض المواضيع تفاجأت أن هناك أجوبة من قبيل على غير المعتاد. يعني تخيل معي أن شخص مثلا يؤمن على الدوام أن فهم السلف هو الفهم الصحيح، أن فهم الصحابة للنصوص هو الفهم الصحيح. حين نواجه الحقائق العلمية مع فهم الصحابة أحيانا نجدها متناقضة، فيضطر هذا المحاور أو هذا الشخص الذي يجيبني إلى التخلي عن منهجه الذي كان يعتقده سابقا، وهو أن فهم الصحابة هو الفهم السليم. يقول خلاص، يعني لم يعد فهم الصحابة في هذه الجزئية فهما صحيحا ولا سليما، سنأخذ بالآراء العاصرين مثلا، أو الذين يحاولون التوفيق، أو أصحاب الإعجاز العلمي إلى غير ذلك. لكن حين طال الموضوع بهذا الشكل، وحين بقيت الكثير من الأسئلة معلقة بدون جواب، اقترح بعضهم، لا أذكر، أو أحدهم قال بما أن عندك أسئلة كثيرة جدا بخصوص القرآن، وكلما أجبناك أو انتهينا من موضوع إلا وتطرح موضوعا آخر، فيبدو أن الأمر عندك يعني كبير جدا، يعني كما يقال اتسع الخرق على الراقع، لم يعد عندك الأمر سؤال أو سؤالين أو ثلاثة، يعني أنت عندك الكل، يعني النصوص كلها عندك فيها إشكالات، فلماذا لا نناقش معك صحة هذا القرآن ابتداء، عوض أن نناقش آية آية، نناقش معك صحة القرآن ابتداء. فاقترحت أنا أن نناقش صحة النبوة. لماذا صحة النبوة بدل صحة القرآن؟ نثبت أن صحة النبوة تلقائيا سيكون القرآن يعني صحيحا، لا إشكال فيه. وحتى يعني من ناحية الترتيب، النبي قبل القرآن، ممكن أن نناقش أدلة النبوة ثم بعد ذلك نناقش هل القرآن بقي كما هو أم حرف، حتى وإن كان النبي يعني نبيا أوحي إليه، من الممكن أي نبي من الممكن أن يحرف كتابه من بعده.
فكان الاقتراح هو أن نناقش أدلة النبوة، فوافقوا واعتبروا هذا الطرح يعني جيد جدا، لأنه سيختصر علينا الوقت والمسافة عوض أن نناقش آيات كثيرة جدا، لأن آيات لا تنتهي، وإذا خرجنا من القرآن ودخلنا في الحديث فالموضوع أكبر يعني لم ينتهي، سيتسع أكثر. لذلك إذا حصرناه في مناقشة دلائل النبوة سنختصر على أنفسنا الوقت والجهد، ومنهجيا يعني هذا أمر سليم جدا. طيب خليني فقط، لأن بعض الناس ربما لا يعرفون أنه دلائل النبوة هو موضوع، بل فيه مؤلفات حتى يعني البيهقي بهذا العنوان. فإذا ما هي دلائل النبوة في عرف المسلمين والإسلاميين وعلماء الإسلام؟ ما هي دلائل النبوة لو حابين نحط تعريف لها ومحاورها قبل أن ندخل في تجربتك مع دلائل النبوة؟ دلائل النبوة هي الدلائل والحجج التي من الممكن أن تقدمها لشخص غير مسلم ويحصل لديه أو تحصل لديه قناعة بأن هذا نبي. تمام. باختصار. تمام. هي مقسمة إلى محاور مثلاً؟ نعم. هناك باختصار هناك المبشرات والمقصود بها التبشير بالنبي محمد في الكتب السابقة. تمام. هذا دليل من الأدلة على نبوته. نبحثه ونبحث صدقه ونبحث حقيقة هذا الأمر. فعندنا المبشرات وعندنا المعجزات. المبشرات في الكتب السابقة سواء في كتب اليهود أو كتب المسيحيين، وهناك من يتوسع حتى في كتب الهندوس وغيره. الزرادشتية، وأنا سمعت يعني البعض يذهب إلى الزرادشتية وإلى كتب الآخرين. نعم. المعجزات أيضا يمكن تقسيمها، هناك المعجزات الحسية، المعجزات التي قام بها النبي، يعني من خرق للعادة، من آيات إلى غير ذلك. نعم. هناك القرآن في حد ذاته كمعجزة قائمة الذات. وعندنا الإعجاز العلمي ممكن أن نلحقه بالمعجزات أيضا كدليل من الأدلة التي يمكن أن نقدمها لشخص غير مسلم لنقنعه بأن هذا النبي فعلا نبي أوحي إليه. تمام. فعندنا المبشرات وعندنا المعجزات، والمعجزات تنقسم إلى ثلاث أقسام التي ذكرنا. مفهوم جدا. يعني هذا هو مفهوم. إذن أنت حسمت مع أصدقائك أو مع الشيوخ الذين تعرفهم والدعاة أنه هذا هو الموضوع المحوري الذي سيكون الموضوع الفاصل بينكم، يعني يا إما أنك أنت تزول الشكوك وتزول الأسئلة وتزول كل الشبهات التي يسمونها عندك، ثم أو العكس، سيحصل العكس. نعم. أو العكس. طيب اعطيني التفاصيل، ماذا حصل حين بدأتم في مناقشة هذا الموضوع؟ هذا هو حجر الزاوية. نعم. حجر الزاوية الذي يقوم عليه البناء كله. نعم. طيب بالنسبة لموضوع البشارات، أنا بحثت هذا الأمر، وأنا سابقا قبل أن أطرحها معهم هذا الموضوع كنت يعني توغلت في موضوع البشارات، في موضوع أدلة أو دلائل النبوة كلها صراحة، وكانت عندي فيها أيضا إشكالات كثيرة. وحين طرحت هذا الاقتراح عليه كان في ذهني أن هناك إشكالات كثيرة جدا هي الأولى بأن أطرحها عليهم لنحلها، يعني لنرى كيف نحل هذا الإشكال. فالنقاش في البداية كان الغرض منه أن أطرح الإشكالات التي اعترضتني أثناء بحثي في موضوع دلائل النبوة. طيب بالنسبة للبشارات، اعتمدنا على البشارات أو اعتمدت أنا على البشارات الموجودة في التوراة أو في العهد القديم، دعنا نسميه العهد القديم. نعم. والبشارات الموجودة في الأناجيل وفي العهد الجديد. أنا حين فحصت كل تلك البشارات التي يقول بها الخائضون في هذا الموضوع وجدت أنها لا ترقى نهائيا لأن تكون أدلة على صدق النبوة بالبت والمطلق.
يعني كل بشارة من البشارات عندي فيها ملاحظة. ففي تلك المجموعة يعني تحدثت معهم بهذا الشكل، بهذا الوضوح، قلت لهم أنا بحثت تلك البشارات ولم أجد فيها دليلا يستحق أن يقوم دليلا لمحاججة أو لإقامة الحجة على غير المسلم، بحيث أنك تقول له عندنا كذا 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 ثم تلزمه بهذه الحجة ويقتنع بالبت والمطلق. أولا بالنسبة لليهود عندنا مقدمة مهمة جدا يغفلها المسلمون، اليهود ينتظرون نبيا، يعني الأمر ما فيش إشكال نهائيا أن اليهود ينتظرون مخلصا أو يهودي أو نبيا، لكن ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في هذا النبي الذي ينتظره اليهود؟ الشروط التي ينبغي أن تتوفر في هذا النبي معروفة، يعني هل يتوفر فيها شرط من الشروط في النبي محمد؟ لا يتوفر أي شرط. مثلا أعطينا أمثلة، مثلا خلي حتى يكون معك المشاهد في الإطار. أنا عارف أنك شرحت هذا بالتفصيل في على قناتك على اليوتيوب، وأنا أنصح المشاهدين أن يلتحقوا بقناتك وينخرطوا فيها حتى يتابعوا الجديد معك دائما، لأنك مستمر في هذا الموضوع. أعتقد أنك حاطه بمثابة رحلة، مسميها رحلة الشك. فإذا هم أنا أنصحكم أن تتابعوا الرحلة مع الأستاذ مصطفى الحسناوي، لأنه فيها تفاصيل كثيرة مش ممكن تغطى في حلقة واحدة من هذه الحلقات، لكن أعطنا باختصار. مثلا باختصار، اليهود كما نعلم أنهم شعب الله المختار، يعتقدون أن الله اختارهم من بين الشعوب، وعندهم إله خاص هو يهوى، ويرسل لهم الأنبياء من بني جلدتهم من بني إسرائيل. فهم يعني عندهم مجموعة من الخصائص، فيستحيل أن يبعث الله لهم نبيا من خارج، هذه عقيدتهم بطبيعة الحال، من خارج بني إسرائيل يعني أبناء يعقوب. هذه رقم واحد، اليهود غير معنيين بتاتا باتباع أي نبي، حتى وإن كان نبيا صادقا، حتى وإن أتى بالمعجزات وبالآيات، إن لم يكن من بني إسرائيل فهم غير ملزمون باتباعه نهائيا. هذه من معتقداتهم. اليهود لا يعترفون بالنبوة في نسل إسماعيل، هذه من معتقداتهم. أن اليهود ينتظرون نبيا يهوديا يعيد أمجادهم ويقودهم ويحقق لهم أحلامهم ويبني هيكلهم ويعيد لهم التابوت ويحكم بشريعة موسى إلى غير ذلك من الشروط. وهذا لم يتحقق طبعا في محمد. هذا لم يتحقق في محمد، واليهود يعني لم يؤمنوا حتى بيسوع الذي هو أقرب لهم. يسوع الذي هو يهودي من بيت داود إلى غير ذلك، تحققت فيه الكثير من الشروط، يجادلون في شروط أخرى، لكن من باب أولى لو كانوا سيتبعون نبيا كانوا سيتبعون يسوع ولا يتبعون محمد. على الأقل بالنسبة لهم يسوع تتحقق فيه 50% من الشروط، بالنسبة للمسيحيين تتحقق فيه كل الشروط. لكن بالنسبة للنبي محمد لا يتحقق أي شرط من هذه الشروط نهائيا. طيب هذه مقدمة مهمة جدا. طيب حين شاركت أنا يعني سأخذ البقية، لكن حين شاركت هذه المعطيات مع الشيوخ، ونحن نعلم أن الشيوخ غالبيتهم العظمى لا يعرفون هذه التفاصيل، هم فقط يصدقون ما قال القرآن، طالما أنه قال أنه موجود في كتب السابقين خلاص هو موجود، لا يبحثون، لا يدققون، لن يقرأوا، ونتكلم عن معظمهم مش الكل، ربما بعضهم قد قرأ. فلما شاركتهم هذه المعطيات ماذا كان رد الفعل؟ أولا موضوع البشارة في اليهودية، البشارة بالنبي محمد في الديانة اليهودية، قسمته إلى قسمين. القسم الأول هو هذه الأرضية التي تحدثت لك عنها، وهذه المقدمة لا بد من فهم تصور اليهود أو معتقد اليهود وتصورهم عن أو فلسفتهم للنبوة أو تصورهم للنبوة. هذه مقدمة. النقطة الثانية هي فحص تلك، بغض النظر عن اليهود سيؤمنون بنبي من خارج بني إسرائيل أو لا يؤمنون، سنفحص تلك المواضع التي يعتقد المسلمون أنها تخص أو تعني نبي محمد، سواء في سفر التثنية
وفي صفر نشيد الأناشيد وغيرها من الأصفار. هناك أصفار كثيرة في العهد القديم. طبيعة الحال أنا حين طرحت هذا الإشكال في المجموعة على الشيوخ تفاجأت بقول أكثريتهم أننا لا نسلم لليهود بهذا المعتقد، فليعتقدوا ما شاءوا وليقولوا ما شاءوا، لكننا نصر على أنهم ملزمون باتباع أنبياء من خارج بني إسرائيل. هذا أمر غريب جدا، كيف تلزم الآخرين بمعتقد لا يعتقدونه؟ هؤلاء خصوصا وأنهم يتهمون اليهود والمسيحيين بأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعني هم متأكدين منه ويعرفون تفاصيله بالحرف يعني. نعم، أنا هذه من بين الإشكالات الأخرى، إذا كانوا يعرفونه لماذا لا نجد فيهم من تسمى بهذا الاسم؟ المفروض أنه إذا كان مكتوبا بهذا الاسم محمد أو أحمد وعرف قبل قرون، المفروض أنهم يتبركون بهذا النبي وينتظرونه بفارغ الصبر، لكن حين يأتي من العرب آنذاك ممكن أن يعادوه لأنه من العرب، لكن قبل أن يظهر في العرب أليس حريا بهم أن يكونوا قد قدسوه مثلا وانتظروه بفارغ الصبر ودونوا اسمه وسجلوه وتبركوا به بتسمية أبنائهم بهذا الاسم؟ لا يوجد ولا نعرف. لا نعرف أي يهودي أو مسيحي تسمى باسم أحمد أو محمد يعني قبل الإسلام. هذا رقم واحد. من بين الحجج التي أدلى بها الشيوخ والدعاة أن اليهودية تحرفت. طبعا أن اليهودية يقولون هذا يعني في البداية لربما في البداية لم يكن عندهم هذا المعتقد، معتقد أن اليهود أن النبي ينبغي أن يكون يهوديا، لكن بعد أن تحرفت أصبح عندهم هذا المعتقد. يعني في الأول كانوا ينتظروا نبي من العرب لكن غيروا فصاروا بينتظروا نبي من اليهود. نعم، لكن هذه كلها مجرد طلقات يعني في الهواء، مجرد طلقات فارغة، لأنه حين تدقق مع صاحب هذا الطرح تقول له طيب متى تحرفت اليهودية؟ لا تجد أي جواب يعني. أو دعنا نعود إلى الأدبياتهم، ما قبل الميلاد أو ما بعد الميلاد أو ما قبل نبوة محمد. النسخة التي بين أيدينا للعهد القديم هي نفسها النسخة المأخوذة من ترجمة السبعينية طبعا، وهي قبل الميلاد، وهي قبل الميلاد ربما بثلاثة قرون أعتقد. صحيح. طيب إذا كان هناك تحريف فهو حدث لليهودية، فهو حدث قبل الميلاد بثلاثة قرون. يعني حين جاء الإسلام كان يتعامل مع يهودية محرفة، لماذا يقول له تجدونه في كتبكم؟ إن كان موجودا في الكتب التي وجدت قبل القرن الثالث ميلادي فما ذنب أولئك اليهود الذين تخاطبهم؟ هم لم يحرفوا أي شيء، هم وجدوا تلك الكتب وورثوها ولا ذنب لهم في أي تحريف نهائي، فينبغي أن تخاطبهم بما هو موجود بين أيديهم. أسئلتك منطقية جدا يعني. لا ينبغي أن تخاطبهم بالكتب التي حرفها أجداد أجدادهم، لا ذنب لهم. خصوصا أنه لو أخذنا فقط الترجمة التي تتحدث عنها، الترجمة السبعينية، فبينها وبين محمد على الأقل يعني إحنا نتكلم على 1000 سنة. تسعة قرون. تقريبا. تقريبا، فأنت بتتكلم عن تحريف حصل من 1000 سنة. لا يمكن أن تقول لهم حرفتم الكتاب، لم يحرفوا أي شيء، اليهود الذين كنت تخاطبهم آنذاك لم يحرفوا أي شيء، ولا علم لهم بأي تحريف نهائيا حتى وإن حصل، لا علم لهم بذلك. ولا يمكن أن تلزمهم بأمور لا دخل لهم ولا يد لهم فيها نهائيا. مع العلم أن التراث الإسلامي بيفهمنا أن يهود عصر محمد كانوا بينتظروا نبي عربي، وأنه كانوا بيجدوا في كتبهم، وأنه البعض منهم حتى أسلم مثلا. فالقصص التي تروج أنه يقرؤون في التوراة الموجودة في القرن السابع الميلادي، يقرؤون تفاصيل محمد. هذا هو التراث الإسلامي بيروج لهذه النظرية، يعني إسلاميا أو فلسفة النبوة في الإسلام، أنه لا يأتي نبي إلا بعد أن تكون الرسالة التي قبله حرفت، بمعنى أن الإسلام جاء على أنقاض مسيحية محرفة ويهودية محرفة، وبالتالي أنت تخاطب ناس دينهم محرف، يعني أنت معترف بأن هذا الدين محرف. بمعنى لا يمكن أن تلوم أولئك الأشخاص الذين تخاطبهم لأنهم نشأوا
ويعني فتحوا أعينهم على دين محرف لا يعلمون عن الدين الأصلي أي شيء. طيب أنا هسألك سؤال تفصيلي، أنك درست تثنية 18-18، أقيم لهم نبي مثلك، و من وسط إخوتهم، من وسط إخوتهم، وأيضا ناقشت محمديم في سفر نشيد الأنشاد، وأعتقد أنا ما شفتش أي فيديو لك تناقش في العهد الجديد أيضا مسألة المعزي التي يعتمد عليها الباراكليطوس أو الفارقليط كما يقولون. ما هي النتيجة التي يعني خرجت بها من دراستك لهذه الآيات المحددة التي لم ينبه لها لا محمد ولا الصحابة، إنما ربما ابن إسحاق أشار إلى المعزي، وبعدهم المتأخرون هم الذين أشاروا لهذه الآيات. هذا هو الإشكال الكبير. نحن أمام علم مستحدث، هو علم دعنا نقول علم البلاغة، الإعجاز البلاغي، الذي هو أقدم بكثير جدا، ظهر ربما بعد، لأن البلاغة نفسها ظهرت في القرن الثالث وتطورت في القرن الرابع الهجري، بمعنى ثم أعقبتها كتب في البلاغة في القرآن أو الإعجاز البلاغي في القرآن، بمعنى أننا أمام علوم مستحدثة أحدثها الناس، أحدثها أشخاص مثلنا، فما بالك بهذا الموضوع الذي نتحدث عنه والذي هو دلائل النبوة، وأيضا الإعجاز العلمي الذي لم يظهر إلا في 50 ربما أو 60 سنة الماضية، ومع ذلك يتعامل أغلب المسلمين مع الانتقادات التي توجه لهذه العلوم المستحدثة، ليست وحيا وليست كلاما نبويا وليست كلاما للصحابة، بل وضعها أشخاص هذه العلوم، هي اجتهادات. هذا الذي يقول أن محمد هو محمديم المذكور في نشيد الأناشيد، هل هذه آية قرآنية؟ هل هذا حديث نبوي؟ هذا اجتهاد شخص. الغريب في الأمر أنك حين تنتقد هذا الاجتهاد وتخطئ صاحبه وتظهر له أنه تعسف أو تأول أو دلس أو كذب، تواجه بالاتهامات الكبيرة والكثيرة جدا، والتخويل والتكفير إلى غير ذلك. كأنه من المفروض أن تتعامل مع اجتهادات الكثير من الناس، وهي اجتهادات خاطئة، يعني نحن نناقش هذه الاجتهادات. والمسلمون منذ القديم، الإشكال الذي للأسف الشديد يواجهنا الآن، هو أن المسلمين يتجهون باتجاه التطرف أكثر في الوقت التي كانت في العصور الماضية. كانت تطرح هذه الأسئلة، وكان هناك مساحة أكبر. كانت مساحة أكبر، ناقشوا مثلاً خلق القرآن، ناقشوا قضية أن المسلمين يعتقدون بأن القرآن أنزل، لكن كيفية إنزاله أو نزوله اختلفوا فيها، بل الاختلاف واقع حتى داخل أهل السنة والجماعة. ناقشوا لغة القرآن، هل هي لغة قريش أم لغة نجد؟ ناقشوا مواضيع كثيرة في القرآن، واختلفوا وتطاحنوا وألفوا وكتبوا، وظهرت الفرق والمذاهب بخصوص هذه المواضيع. نعم. وكان الأمر يعني فيه سعة، قل قولك ودافع عنه. لكن الآن إذا قلت أن محمدين ليست هي محمد، وأن هذه ليست بشارة، يعني كأنك طعنت في القرآن وفي الله وفي النبي وفي الإسلام وفي الأديان وفي كل شيء، بالرغم من أن هذا كلام ممكن أن يكون قد قاله شخص قبل قرن فقط أو قبل قرنين فقط. لكن صار من المقدسات أيضا، لأنه كل ما ظهر شيء وتمسك به العوام خاصة وحتى العلماء يعني، فيصير من جزء من المقدسات، يصعب الاقتراب منه، يصير الكلام عنه وكأنه كلام في القرآن والحديث. طيب ما هي الخلاصة التي خرجت بها من هذه الآيات التي يستخدمها دعاة يعني الاستدلال على نبوة محمد من كتب المسيحيين واليهود؟ ما هي الخلاصة؟ هل هو تلفيق؟ هل هو تأويل؟ هل هو تزوير أم ماذا؟ نعم، أنا صورت 5 حلقات فقط فيما يتعلق بالعهد القديم، 5 حلقات تناولت فيها البشارات المذكورة في العهد القديم والإشكالات كلها، وتوقفت بسبب شهر رمضان، ومباشرة بعد رمضان سأستمر في تسجيل حلقات حول العهد الجديد، النبوءات في العهد الجديد، ربما أخصص 3 حلقات لهذا الموضوع، ثم سأنتقل إلى مواضيع أخرى اللي هي المعجزات. نعم. الخلاصة التي توصلت إليها فيما يخص البشارات
أنه نوع من التعسف ولي أعناق النصوص. يعني الغريب في الأمر أن المسلم يعطي لنفسه الحق في أن يتأول نصوص غيره من يعني ديانات أو كتب ديانات أو كتب سماوية من غير دينه، من خارج دينه، يعطي لنفسه الحق في أن يجتزئ تلك النصوص عن سياقها، وهو لا يقبل ذلك البتة حين يتعلق الأمر بالقرآن. مثلا حين يتعلق الأمر بالقرآن ينبغي عليك أن تقرأ الآية ضمن سياقها كله، لا يمكن أن تقول ويل للمصلي. نعم. لكن حين يتعامل مع الكتاب الآخر يتعامل بمنطق ويل للمصلين. موضوع محمدين معروف، يعني بحسب أصحاب الدار وأصحاب اللغة العبرية وأصحاب مشتهيات الديانة، مشتهيات أو ثمي أو ثمين أو غالي أو نفيس. فحين تأخذ هذه كل الآيات المذكورة فيها محمدين، إذا غيرت أو بدلت محمدين بالنبي محمد، ستكون أمام آيات لا معنى لها نهائيا، بل قد تكون أحيانا مسيئة لنبي محمد نفسه. يعني هي حتى مش محمدين، هي محمدين، يعني محمد يعني محمدين أو محمد يعني شيء مشتهى، شيء مرغوب فيه. هذا من ناحية يعني التعامل مع السياق الآية. أيضا التعامل مع اللغة، نحن منذ الصغر نعلم أنه حين تفهم نصا معينا أو آية معينة وتقول لماذا كذا، يقول لك ارجع إلى أصحاب اللغة وضروري أن تتعلم أصحاب الاختصاص وترجع إلى أصحاب الاختصاص. طيب ارجعوا في محمد إلى أصحاب الاختصاص. لماذا تسمح لنفسك وأنت لست يهوديا ولست عبرانيا ولست مفسرا للعهد القديم ولست عالما ولا مختصا باللغة العبرية، ومع ذلك تعطي لنفسك الحق أن تفسر كلمة عبرية بما تشتهيه أنت، وأن تجزئ الآية عن سياقها وتتعامل معها بمنطق ويل للمصلين؟ فهذا أمر غريب جدا. هل بهذا الأسلوب تنتصر لدينك ومعتقدك ونبيك؟ يعني هذا الأمر يبدو مضحكا جدا يعني. طيب الـ 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 ما هي ردود أفعال الشيوخ الذين ناقشتهم في هذه الأمور، وما هي ردود أفعال المسلمين؟ هل تم تكفيرك الآن؟ هل يعتبرونك بما أنك طرحت هذه المسائل حول دلائل النبوة، هل تم تكفيرك وتم إخراجك من الملة؟ هو التكفير هو طبقات وظلمات بعضها فوق بعض. يعني هناك من يكفرك منذ 10 سنوات، وهناك من كفرك قبل سنتين، وهناك من يكفرك الآن، وهناك من ينتظر يعطيك مهلة ربما تعود ويكفرك. فالتكفير لا يمكن ضبطه. أكيد هناك من كفرني الكثير، على رأسهم الفزازي، كتب 5 مقالات، يعني سلسلة فيها 5 مقالات منذ أول فيديو نشرته بدأ في السلسلة واستعرض عضلاته في التكفير. موضوع التكفير أصبح متجاوزا بالنسبة لي، ليس فقط بالنسبة لي أنا، الأشخاص الذين يخافون من هذا التكفير هو موضوع متجاوز جدا، لأنه لا يترتب عليه أي أثر نهائي. طيب كفرك فلان أو علان، ماذا سيترتب على هذا التكفير؟ لا دنيويا ولا أخرويا. دنيويا لا يستطيع أن يقيم عليك لا حد، ولا أن يفرق بينك وبين زوجك، ولا أن يحرمك من الميراث ولا أي شيء. فهو مجرد تنفيس من هؤلاء الذين يكفرون، أنا أعتبره مجرد تنفيس على أنفسهم، عوض أن يركزوا مع المواضيع ومع الأسئلة يلتجئون إلى الحل الأسهل وهو أن يكفرك ويذهب ليرتاح وينام مع نفسه كأنه بسبب ضيق الوقت. إحنا أمامنا بضع دقائق يعني الحديث معك شيق، بسبب ضيق الوقت هل ممكن تعطينا يعني نوع من الملخص لما هو قادم؟ قلت بأنك ستناقش أيضا المعجزات، يعني ناقشت العهد القديم والنبوءات التي يعتمدون عليها للاستدلال عن نبوة محمد، قلت وجدت بأنها تعسف ولي أعناق النصوص. طب وأعتقد أنه نفس الشيء ينطبق على العهد الجديد، لا أريد أن أسبق الأحداث، لكن ماذا عن المعجزات؟ هل تعطينا لمحة ولو يعني نضوخ شوية من الأبحاث القادمة؟ طيب بالنسبة لليهود كما قلت ينتظرون يهودا نبيا بصفات معينة، بالنسبة للمسيحيين لا ينتظرون أي نبي البتة نهائيا، يعني هذا الموضوع محسوب بالنسبة لهم.
بالنسبة للمعجزات، الإسلام عنده تصور خاص وعنده فلسفة خاصة لموضوع المعجزات، وهو أنه حسم نهائيا في موضوع المعجزات الحسية. في أكثر من آية يقول القرآن أنه لن ينزل أي معجزة أو آية حسية، لأنه نزلت على الأقوام السابقين وكذبوا بها، وأنه بما أنه يعني رحيم بالقوم الذين أنزل فيهم القرآن، فهو يخشى إن أنزل فيهم آية وأقام عليهم حجة أن يهلكهم. فلذلك الموضوع محسوم بالنسبة له. لكن مع ذلك الكثير من المسلمين يخالفون هذه الآيات وهذه النصوص، ويقولون أن هناك معجزات، من بينها معجزة مثلا انشقاق القمر. انشقاق القمر هو فيه يعني موضوع طويل جدا، ممكن أن نخصص له حتى 5 حلقات ربما، لأنه وقع فيه خلاف كبير بين المفسرين، أيضا بين المفسرين وبين المحدثين. من المفسرين من قال أن هذه انشقاق القمر لم يحدث نهائيا، وأن المقصود به سيحدث عند اقتراب الساعة، صحيح. اقتربت الساعة وانشق القمر. فهذا الأسلوب معروف في القرآن، أنه يتحدث عن المستقبل بصيغة الماضي، من قبيل مثلا وسيق الذين اتقوا إلى ربهم زمرا، يتحدث عن يوم القيامة، لكن يستعمل هذا الأسلوب وسيق الذين اتقوا، يعني الأسلوب المضارع أو أسلوب المستقبل. فعند الكثير من المفسرين أن هذه الآية لم تحدث نهائيا، وهي ستحدث يوم القيامة حين تقترب. نبوءة عن ظواهر طبيعية التي ستحدث في عند قيام الساعة. ومع ذلك الكثير من المسلمين متشبتين بهذه الآية وأنها بل حدثت. طيب، ويقولون أن الناسا أيضا أثبتت نعم، كلامهم، يعني هذا هناك كلام بعض صحيح فعلا. الغلاة. بالنسبة للأحاديث التي حكت لنا هذه القصة انشقاق القمر، لا أحد من رواة الحديث شاهد هذا الأمر بعينه، وإنما يحكي عن أناس هكذا، لا أحد منهم. وأنا تتبعت هذه الأحاديث، يعني مجموعة من الأحاديث، مجموعة من الطرق من الرواة، يعني 5 أو 6، كلها فيها اضطرابات وفيها إشكالات كبيرة. وهذا الموضوع ناقشته في المجموعة مع المشايخ، وكان هناك اعتراف بأن هذه الأحاديث لا تقوم حجة نهائيا. يعني وصلنا في النهاية إلى هذه النتيجة في نقاشي مع أولئك المشايخ. أنا أشكرك الأستاذ مصطفى الحسناوي، أنا وصلت لنهاية الحلقة وأنا متأسف لازم أنهي الحلقة، وأشكرك على التواجد معي، وأتمنى أستضيفك في حلقات قادمة. أشكركم مشاهدينا وإلى اللقاء.